نفت المملكة اليوم أن تكون هددت بقطع التمويل عن عدد من برامج الأمم المتحدة للضغط عليها لشطب تحالف إعادة الشرعية في اليمن من اللائحة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال. وأوضح سفير المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن دول التحالف لم تهدد لسحب أسمائها من تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال باليمن، بل اكتفت بتوضيح موقفها بشكل شفهي. وأكد المعلمي أن المعلومات التي ارتكز عليها التقرير تم جمعها من جهة واحدة، مشيرا إلى أن وضع التحالف على القائمة السوداء كان سيؤثر على مصداقية الأمم المتحدة. وقال المعلمي أن مشكلة بان كي مون أنه فهم توضيح وجهة نظرنا بأنه تهديد. وأريد أن أشارككم أنه أولا ليس من معتقداتنا وثقافتنا أن نقوم بتهديد الأمم المتحدة أو الدول الأخرى، ونحن نكن كل الاحترام للأمم المتحدة والأمين العام لها، وليس من طبيعتنا أن نعبر عن أنفسنا بأسلوب همجي. نحن لسنا بحاجة إلى أن نهدد أو نشجب بأسلوب همجي، كل ما علينا فعله هو أن نشير إلى الأخطاء التي وقعت ونطلب إعادة النظر، وهذا ما فعلناه. ونكرر أن قواعد مجلس الأمن الخاصة بالمادة 16 و12 لعام 2005 لم يتم ابتداعها، والتي تدعو إلى التشاور مع الحلفاء والدول الأعضاء للأمم المتحدة، وذلك قبل إطلاق الأحكام المطلقة. لهذا المعلومات التي تم جمعها من طرف واحد ولم يتم أخذ معلومات من الحكومة الشرعية في اليمن، بل اعتمدت تلك التقارير على معلومات مستقاة من الانقلابيين ودول معارضة للاستقرار في اليمن، ولهذا جاءت المعلومات بهذا الشكل المثير للجدل. وعلى هذا الأساس توصلنا إلى اتفاق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى تفاهم بحذف اسم المملكة ودول التحالف من القائمة المشار إليها سابقا، ونحن نؤكد على أن حذف اسم المملكة ودول التحالف من تلك القائمة تم بشكل نهائي وغير مشروط. المعلم قال إن المعلومات التي ارتكز عليها التقرير تم جمعها من جهة واحدة، مشيرا أن وضع التحالف على القائمة السوداء كان سيؤثر على مصداقية الأمم المتحدة. أنا أترك لكم استخلاص النتائج، ما تفضلت بإيضاحه يتحدث عن نفسه، ولا حاجة لي بتكرار مثل هذا الأمر. أنا قلت وأكرر أن إزالة اسم التحالف الذي تقود المملكة العربية السعودية وتشارك فيه شقيقاتها كان حماية لمصداقية الأمم المتحدة، وأن إبقاء اسم التحالف في القائمة كان سيؤثر ويدمر هذه المصداقية.